الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على اعتبار نشاط التربية الرياضية في المرحلة الابتدائية نشاطا أساسيا نجاح ورسوب ولا يضاف إلى المجموع بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بمدارس الجمهورية. كما تراجع الوزير في قراره الأخير عن تحصيل المصروفات للطلاب المصريين بالسعودية بالدولار، نافيا ما تردد مؤخرا حول توجه الوزارة لتقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية، قائلا إنه لا توجد نية لدى الوزارة في التفكير بتطبيقه. أنا عندي تعليق. اتفضل يا أستاذ. أنا شايفة إن موضوع الرياضة مهم، البدنية مهم جدا، لأنه الرياضة البدنية هي المشاركة وهي تفكير معنوي وتفكير جسماني، وليس فقط مجرد ان احنا بناخدها حصه رياضه للتسليه او لتضييع الوقت، ولكن هي تعلم المشاركه، تعلم المنافسه، تعلم التحدي. لذلك انا بشكر انها الوزير انه يعتبرها ماده نجاح ورسوب، والاهتمام بها مهم جدا لانها فعلا تغير كثير من الانسان. نعم. المصري والشاب المصري. على صعيد